أتابع كل يوم في الصحف ونشرات الأنباء أخبار عن حروب مدمرة يمتلئ بها العالم من حولنا، ولكن في تقريرنا التالي نستعرض لحرب أو حرب من نوع آخر، إنها حرب الوسائد. حرب الوسائد يعني ربما بتاخد منحى شويه كوميدي فعلا، عشان كده احنا بنضحك. وهي تجربه قام بها العديد من طلاب احدى الجامعات في كاليفورنيا علشان يسجلوا رقم قياسي في حرب من نوع فريد. اكيد طبعا هي شيء قياسي وشيء غير قياسي. في حدث فريد من نوعه وكنوع من الحماس وإثارة الشغب غير المضر، قام الطلاب الجدد في جامعة كاليفورنيا بترك كتبهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وتوجهوا إلى ساحة الجامعة والتقطوا الوسائد بشكل جماعي ليضعوا رقما قياسيا عالميا لأكبر حرب بالوسائد في موسوعة غينيس. اليوم جامعة كاليفورنيا تحطم رقمها القياسي الخامس لأكبر حرب بالوسائل. شارك نحو 4200 من الطلاب الجدد وتحولوا إلى مصارعين أقوياء في هذه المعركة التي حشد لها جيش كبير ليحطم الرقم القياسي السابق والبالغ 3813 مقاتل، حيث تحولت الآلاف من الوسائد الصناعية إلى سلاح حرب في أيدي الطلاب والطالبات الذين بدأوا بضرب بعضهم البعض بالوسائد في جو مليء بالمرح والإثارة بعد أن بعثر طلاب كل الريش الموجود داخل الوسائد في هذه المعركة التي أصبحت من الطقوس السنوية للطلاب. المفروض اقول اي وساده جت في وشي. وساده وساده ناعمه وحرب ناعمه وطقوس ترحاب من ابناء الجامعه للطلاب الجدد، يعني وتفريغ طاقه سلبيه، وسيله برضه من وسائل، عارفه تلاقيهم داخلين على العام الدراسي مرتاحين وعضلاتهم واجعاهم خلاص من كثر الضرب، خلاص مش محتاجين بقى ان هم يتعبوا نفسهم حتى في المذاكره يعني.